تمام يا جماعة، احنا كنا وقفنا عند جزء صغير المرة اللي فاتت. احنا كنا اخدنا الهايدروسفير، الجايوسفير، الاتموسفير، وخدنا الانتر اكشن، التفاعل ما بينهم. ان انا مثلا البلانت ابزورب كربون داي اوكسيد، يبقى كده جايوسفير، بايوسفير، واتموسفير. فورميشن ليكس، لما تتكون البحيرات، ده كده انتر اكشن بين البايوس البايو لا الهايدروسفير اللي هي الووتر، والجايوسفير اللي هي اللاند، الارض او الروكس. لو الصوت واضح عندكم يا جماعة raise your hand. لو الصوت واضح عندكم raise your hand. تمام، واضح؟ تمام. تمام. بعد كده أخدنا الهايدروسفير، قلنا إن إحنا هنلاقيه فين؟ هنلاقيه في الأوشنز مش احنا كنا خدنا دي. واخدنا دي وقفنا عند دي المرة اللي فاتت، واخدنا الانتر اكشن. وبعدين اخدنا البايوم، الكاركترايزد بتاع البايوسفير. قلنا البايوم ده لارج اريا سيميلر، متشابهة في الكلايمت، في البلانت، في الانيمال، زي الديزرت، زي الفورست. يبقى الفورست دي لارج اريا، عندها نفس الكلايمت، عندها نفس السويل، عندها نفس البلانت، عندها نفس الانيمال اللي موجود في جميع الايه، في جميع الديزرت. تمام. جينا بعد كده عند سام كاركترايزد اوف هيدروسفير، قلنا ان الميه الووتر كفر الايرث، بتغطي الارض بنسبه قد ايه، واخده قد ايه من الارض؟ 71%، 71% من حجم الارض ميه. تمام. جبنا بقى الميه وقسمناها لسولت ووتر وفريش ووتر. قلنا السولت ووتر هيبقى كام نسبته؟ 96.5%، والفريش ووتر 3.5%، يعني نسبه قليله جدا. طيب، وكمان الفريش ووتر دي مش كلها هلاقيها نوت فاوند، مش كلها هلاقيها ليكويد، في بعض منها هلاقيه فروزن زي الجليشرز اللي هو الجبل التليجي التلجي، اللي قصدي النهر الجليدي اللي هو جليشرز، اللي هو ايه يا جماعه؟ جليشرز، دي نحفظها كويس. تمام. وبعض الميه هنلاقيها فين؟ هنلاقيها في الجراوند ووتر تحت الارض، فبالتالي مش هقدر اوصل لها. يبقى الفريش ووتر نسبتها قليله جدا، 3.5% من الميه كلها، واخده 3.5%. انا بسجل يا يوسف، بسجل وهبعت لكم التسجيل. 3.5%. طيب الامبورتانت بتاعت الهيدروسفير، انا ايه الاتموسفير مهم في ايه؟ في البلانت وللهيومن وللايه وللانيمال، في ان هم درينك، وفي زي الفيش كده بيعيشوا جوه. بعد كده وقفنا عند الجزئيه دي، ان السولت ووتر الايكو سيستم، السولت ووتر زي مين؟ زي الاوشنز والسي. وقلنا الاوشنز والسي فيهم منطقتين، شالو اريا، منطقه ضحله فيها ميه حبه صغيره، ومنطقه تانية الميه بتبقى غويطه عميقه، ديبست اريا، تبقى اعماق سحيقه. خلاص، قلنا الشالو اريا هنعرفها منين؟ هيكون فيها كونتين كولار ريف، هيكون فيها الكولار ريفز اللي هي المناطق اللي فيها ميه خفيفه، وهتظهر فيها انترتايدل زون. انترتايدل زون اللي هي منطقه المد والجزر، هتبان فيها، هتبقى واضحه. ليه؟ لان الميه، قلت لكم الانترتايتل زون اخر الحصه ان شاء الله هوريكم فيديوهات عن الانترتايتل زون، الهاي تايد واللو تايد. هاي تايد يعني الميه مستواها يعلى، الليفل بتاعها يعلى وتطلع بره تغطي الارض. وبعدين اللو تايد ان هي ترجع تاني مكانها تاني.
يبقى منطقة الشالو اريا منطقة فيها مية حبة صغيرة. فجأة في أوقات من السنة لما القمر يكون موجود في المنطقة دي بيشد الايه، بيشد اتراكت، بيجذب الووتر، فبيخليها تطلع بره على الأرض، فتلاقي المنطقة الشالو اريا دي بقت منطقة فيها مية كتير، مع ان هي فيها مية حبة صغيرة، بس المية كترت وغطت الشاطئ خالص. اما لما بيجي اللو بقى طايت، بعد فتره تلاقي الميه دي رجعت تاني مكانها والشط ظهر تاني، الكوست الساحل ظهر تاني. اما الديبست اريا فهي المنطقه العميقه اسمها ابسن زون. نركز قوي على المصطلحات دي يا جماعه ونحفظها، يا ريت تكتبوها. ابسن زون اللي هي الديبست اريا، المنطقه العميقه اللي هي كانت ريتش سان لايت، السان لايت ما بتوصلهاش، تحت خالص تبقى الدنيا ضلمه. ليه؟ لان السان لايت ما وصلتش للعمق ده، عمق جامد غويط. ففي بعض هتلاقي ان النباتات مش بتعيش هناك في الاعماق السحيقه دي في الديبست اريا او في الابسل زون. ليه؟ لانها مش هتقدر تعمل الفوتوسينثيس بروسيس لان ما فيش سان لايت. يا جماعه انا بسجل، تقلقوش نفسكم انتوا، انا بسجل وببعت لكم التسجيل. خلاص. فالابسل زون جماعه محدش يبعت ريكوست من فضلكم. الابسل زون انا بعمل ريكورد دلوقتي للحصه. الابسل زون هي المنطقه الديبست اريا اللي هي ما بيقدرش السان لايت توصل لها، فالكائنات معظم الكائنات الحيه مش هتلاقيها عايشه في المنطقه دي، في المنطقه الغويطه دي، غير كائنات معينه تقدر تستحمل الضغط وتقدر تستحمل بريشر الضغط وتقدر تستحمل الضلمة الدارك اللي تحت. نيجي بقى للسولت ووتر ليكس. قلنا ان معظم موست الليكس هي فيها فريش ووتر، لكن صم بعض الليكس البحيرات فيها سولت ووتر. طب زي ايه؟ زي عندي في ايجيبت هنا البردويل. السنه دي خففوا شويه من المنهج، كان في اكزامبل كتير للسولت ووتر، لكن السنه دي عاملين لك اكزامبل واحد من كل حاجه. فانا عندي في الايجيبت، هلاقي في الايجيبت لاكس برضويل ان ايجيبت، بحيره البرضويل دي فيها سولت ووتر، تمام، الميه بتاعتها مالحه. اما ليك عسل، عسل بحيره عسل دي في ديجيبوتي في افريقيا، دي مالها، دي كونسيدريت مالحه جدا، الملح فيها كونسيدريشن مركز، هاي كونسيدريشن، تركيز عالي من الملح. فده بيعمل ايه؟ ده هتلاقي معظم ياسين ورماس، ما تبعتوش ريكوست من فضلكم. ده بيخلي الانيمال و ال الانيمال او بعض الاكواتيك انيمال، الحيوانات البحريه مش هتقدر تعيش في المنطقه دي لان فيها ملح عالي. وبرضه هنلاقي فيه بلانتس، نباتات مش بتنمو في المنطقه دي لان التركيز بتاع الملح عالي. هنلاقي بس ديفرنت تايب اوف بكتيريا، بعض انواع البكتيريا بيعيش في ليك عسل اللي في جيبوتي لانها مالحه جدا، تركيز الملح بتاعها هاي كونسيدريشن عالي جدا. خلاص. نيجي بقى للفريش ووتر ايكو سيستم. نيجي بقى للفريش ووتر ايكو سيستم زي مين؟ مالكم النهارده في ايه يا جماعه؟ ما بقول محدش يبعت ريكويست من فضلكم. انا مين؟ انا مين؟ ثواني كده دقيقه واحده، خليكي انا معايا مين؟ عشان ايه؟ انا مين؟ ماشي ماشي، ما انا عشان انا مين؟ كده عرفت ايه السبب. شجرة خلصت ولا لا؟ نعم، نشوف الشجرة خلصت ولا لا؟ لا لسه.
ما تفتحهاش عشان مش عارف اركبها تاني. يلا خلاص يا جماعه، يبقى الفريش ووتر الميه العذبه. نيجي بقى للايكو سيستم اللي هو النظام البيئي للميه الفريش ووتر. زي ايه؟ هلاقيها فين؟ في البوند البرك وموست ليك ومعظم الليكس اللي موجوده في البحيرات. فولوينج ووتر بوديز اللي هي الووتر بوديز اللي هي المسطحات المائيه الفلوينج اللي بتجري اللي بتمشي زي الريفر وزي الستريم. نيجي للبوند، موست لاك ان ميني بوند اند لاك ان ووتر ان بريزنت ان اول يير. طبعا الميه موجوده في البوند وفي اللاك معظم السنه، ولكن بيجي في فترات السمر الصيف بيبقى هوت ويذر، الطقس سخن، فبيعمل ايفابوريشن، بيبخر ميه اللاكس والبوند دي لانها ميه كميتها صغيره، فممكن دراي اب الجف لان الميه كميتها صغيره، فمع التبخير ممكن ايه حجمها يقل وكمان تجف. زي مثلا عندنا في الشتاء الدنيا بتشي، فبتلاقي فيه بوند برك ميه في الارض. برك الميه دي ممكن مع لما الشمس بقى بتطلع بتيجي بعد يومين ثلاثه ما بتلاقيهاش، تلاقي الارض نشفت من ايه؟ ان حصل لها للميه دي ايفابوريشن، اتبخرت، فبالتالي الارض ايه دراي اب جف. من امثله الفريش ووتر الليكس البحيرات اللي هي فيها فريش ووتر اللي هي ليك ناصر اللي في ايجيبت، بحيره ناصر. تمام، نيجي بقى للايه، للووتر بودي اللي هي فلوينج اللي هي المجاري المائيه او المسطحات المائيه اللي بتمشي زي الريفر. الريفر اتفقنا مع بعض في اول حصه ان هو فلو بيمشي من الهاي التيتيود لللو التيتيود، من البليس الاماكن العاليه للاماكن المنخفضه. ده مين؟ ده الريفر. والستريم برضو، يعني ايه الستريم؟ اللي هي الجداول المائيه، نهر بس صغير زي ده كده، زي اللي في الصوره ده، شبه النهر اهو ماشي من المنطقه العاليه للمنطقه المنخفضه، بس ايه رفيع كده صغير، اسمها جداول مائيه او ستريم. تمام، نيجي بقى لاخر جزء في الكونسبت ده، هنشوف الاكواتيك ايكو سيستم اللي هي النظام البيئي. هنشوف الانيمال او الاكواتيك الفيش، الاكواتيك انيمال او البلانت، الاكواتيك ليفينج اورجانيزمز اللي عايشين في الميه سواء فريش ووتر او سولد ووتر. نيجي حاجه حاجه كده بالراحه، ويا جماعه نركز في الامثله دي لان هتجيلنا في الاسئله دلوقتي وهنشوفها. نيجي للبوند اللي هي الترع دي، فيها ايه؟ فيها فريش ووتر، ميه عذبه. طب والموفمنت بتاعت الووتر، هل الميه بتمشي؟ لا ما بتمشيش، ستيل ووتر، ميه راكده. يعني انت لو رحت وقفت عند ترعه او بركه ميه هتلاقي الميه بتاعتها ستيل راكده، ما بتتحركش، مش زي البحر. تمام، ومش زي الريفر، مش هتمشي من فوق لتحت، انما هي شويه ميه كده واقفين مكانهم ما بيتحركوش. يبقى ستيل ووتر يعني ميه راكده، يعني لا تتحرك، ثابته كونستانت. تمام، طيب ايه السبيشيز اللي ليف ان بوند؟ ايه الانواع اللي ممكن تعيش في البوند؟ البلانت زي الووتر ليلي، فاكرين الووتر ليلي كنا واخدينها في جونيور 4، اللي هم اللي بتعيش في الفريش ووتر والورقه بتاعتها هي اللي بيقف عليها الفروج. وبعض التايبس اوف ورم هلاقي فيه ديدان في الترع زي دوده البلهارسيا كده، ممكن نلاقيها عايشه هناك. وممكن نلاقي في البوند البرك الميه والمستنقعات دي هنلاقي سلماندر والفروج. السلماندر حاجه شبه الايه؟ الفروج كده، اللي هم البرمائيات الامفيبينيانز. تمام، دول بيعيشوا فين؟ في البوند. يبقى البوند هلاقي ليلي ووتر، سام تايبس اوف وورم. ليه الورم بتعيش؟ لان الورم والحشرات بيحطوا البيض بتاعهم الايجز بتاعتهم في قلب الميه دي. طب ليه بيحطوا الايجز بتاعتهم في الميه دي؟ لان الميه دي ستيل ووتر، ميه راكده ثابته،
فمش هتاخد البيض ده وتمشي بيه، فالبيض هيفضل قاعد مكانه الايجز، تمام؟ فبتتكاثر عن طريق كده. يبقى هنا هلاقي فيه وورم، هلاقي فيه فروج وسلمندر، هلاقي ليلي ووتر. نيجي للستريم اللي هي الجداول المائية اللي شبه النهر، دي فريش ووتر، مية عذبة. طيب الموفمنت بتاعتها راننج ووتر، شايفين المية بتجري ازاي؟ عمالة نازلة من تحت، من فوق اهي، من الهاي التيتيود لتحت، مية بتجري راننج ووتر. طيب ممكن الاقي فيها ايه؟ ممكن الاقي فيها كات فيش، سمكة اسمها كات فيش، وسمكة اسمها سالمون او تروت، ونخلي بالنا من الاسمين نحفظهم، تمام؟ لانه هيجي لنا في سؤال دلوقتي ممكن ياخد اسم يسالك فيه بدل التاني، فنحفظ الاسمين، لو حاجه ليها اسمين نحفظ الاسمين، يبقى كات فيش وسالمون او تروت، تمام؟ نيجي للاوشن والسي، الاوشن والسي دول ايه؟ سولت ووتر. طيب الميه بتاعتهم كونستانتلي موفينج، بتمشي بتتحرك على هيئه ويفز، موجات، في ويفز، في موج بحر. طيب ايه السبيشيز اللي هتبقى فيها؟ الكليب اهو، كليب، دولفين، ستار فيش، وموسس فيش، او فلواندر فيش. خلي بالنا موسس او فلواندر، تمام؟ طيب يبقى دول اللي بيعيشوا فين؟ في الاستريم. نركز فيهم عشان هتجيلنا اسئله دلوقتي. وبكده نبقى خلصنا الكونسيبت بتاعنا، تعالوا نحل عليه موديل اكزام. يلا ريز يور هاند عشان نحل مع بعض. يلا يا جوري، انت بعتي لي ريكويست ولا حد تاني؟ غير اسمي، لا حد تاني. حد تاني؟ مش انت اللي بعتي صح؟ ما انا قلت كده برضه، عشان كده قفلت الرنين. طيب Which of حتى the following لان الريكويستات بدأت تنزل كتير، فانا عرفت ان في حد تاني بياخد الاسامي يعملها ويعمل ريكوست، مش كده قفلت الرينيم. Okay, which of the following is a part of the biosphere? ايه The biosphere is animals. animal، مين البايوسفير هنا؟ هيبقى الانيمالز، اكسلنت. مين البايوسفير لأن هيبقى ايه؟ البيوسفير بيكون living organisms. تمام، البايوسفير ليفينج اورجانيزمز، فهو هيبقى تبع البايو سفير. يلا يا سينو ريماس، لا يا مس، برضو مش انتوا اللي بعتوا الريكويست صح؟ لا يا مس، احنا داخلين من على موبايل اصلا، مش فما بعت هنعرف نعمل شيء، مش اه هنعرف نعمل، لا ما بعتوش طلب ان انتوا تسجلوا. لا خالص، خلاص انا عرفت، لان شغالين عليه مش بيقدر يعمل ريكورد هو اصلا. بيغير الاسامي، عمل النيم وقعد يغير باساميكو، يخش باساميكو ويبعت طلبات عشان يعطل الحصه. ايوه مش ايوه الهاكر ده. ما انا عارفاه، اللي هو بتاع السنه الترم اللي فات، ربنا يهدي. يلا الله يا معاك ريماس، ياسيني، بس يلا يا سيد، ماشي مفيش مشاكل. not is also known as this sphere, geosphere. برافو عليك. اللازوسفير ده اسم لمين تاني؟ الجيوسفير. الجيوسفير ليه اسمين، ليزوسفير وجيوسفير. اكسلنت، يلا يا ريماس. Okay, Grand Water present under Earth's surface in rock and soil growth. This is an interaction between نقط and نقط اللي هو الهيدروسفير اللي هو الجراوند ووتر والجيوسفير اللي هي الروك اند سويل هتكون ليتر ايه. اكسلنت، برافو عليك. يبقى انا لما بيجي ميه جراوند ووتر، ميه تحت الارض، يعني في ميه هي هيدروسفير والارض دي ايه؟ جايوسفير. يبقى ده انتر اكشن، تفاعل بين الهيدروسفير والجايوسفير اللي هي الروكس.
الميه دي اوكي نزلت طيب. بين الروكس، فكده حصل انتر اكشن بين الغلاف المائي والغلاف الارضي اللي هو الهيدروسفير والجيوسفير. الله ينور. شكرا. يلا يا ملك، يس يا ميس. يلا يا ملك. 96.5 of Earth's water is salt water. ال 96 and half percent ده نسبة مين؟ السولت ووتر، نسبة الايه؟ شكرا يا المية، ميس. الملح. شطور. نيجي للجيف ريزون، مين؟ هات لي البتاع اللي بينور ده، تعالى معايا كده. تعالى نوري دي، تعالي يا حبيبي. يلا يا حمزة، أيوة يا ميس. يلا بينا. جيف ريزون يا حمزة، أيوة يا ميس. جيف ريزون، يلا نقرا سؤال جيف ريزون كده ونحله مع بعض. Some ponds and lakes may dry up during during some some months، months. بعض البحيرات والبرك بتجف في بعض الاشهر. ليه؟ عشان بيحصل لها ايه بقى يا حمزه؟ لسه قايلينها، يعني في الهوت سمر، في الحر، في حر الصيف هيحصل لها ايه؟ طبيعي خالص. هتتبخر. بس لو تتبخر بتتبخر يعني ايه بالانجلش؟ ووتر، هتتبخر يا ميس، يعني ايفا. ووتر فيفور الله ينور عليك، يبقى الووتر ايفابوريشن ايفا ايفابوريشن ايفابوريشن ايفا بوري. مش مش اكسلنت. ايفابوريشن. ان انا ليه ليه الليكس والبوند دراي اب، والله العظيم امي انت غلطان. لا مش ليه حاسس، مش عارف. ليه الووتر والبوند دراي اب؟ علشان ايه؟ علشان حصل في الهوت سمر الووتر ايفابوريت، الميه اتبخرت. حر الصيف المية اتبخرت، فبالتالي البرك والبحيرات الصغيرة دي المية خلصت، فضلت تتبخر تتبخر لغاية لما دراي، جفت أو خلصت. يلا يا لمار، لمار ايوه بس. يلا بينا. Number one, لون river always flows from an area of lower place to an area with higher place رايت ولا flows. رونج؟ رونج طبعا. الريفر بيمشي منين؟ من الهاي للو، مش من اللو للهو. اكسلان. Higher place تو لور. to an area with lower place. اكسلان. يلا يا ياسين، ياسين نعم يا مس. يلا بينا. مش انت ياسين احمد all صح؟ animals ماشي يلا يا ياسين. all animals and plants can live in aquatic habitat. هل كل habitat الانيمال بتعيش في true الاكواتيك ولا some animal؟ some صام، يبقى دي رونج. ليه؟ لان هو قال لي اول انيمال. هل كل الحيوانات هتعيش في الاكواتيك هابيتت، في البيئات المائيه؟ اكواتيك يعني مائيه، خدناها من الترم اللي فات. لا، مش كل الانيمال هتعيش في البيئه المائيه، في بعض هيعيش في اللاند في الارض. فايه هنقول؟ صام انيمال، بعض الانيمال هتعيش في الاكواتيك. لا تمام يا ياسين. يلا يا موده، يس ميس. يلا يا مودة. Some animals live in streams such as catfish and salmon. Some animal live in stream. False. الستريم كات فيش وسلمون. True, true. 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 يبقى كات فيش والسلمون دول عايشين فين؟ في الستريم. انما الاوشن كان الستار فيش
والحاجات التانية. طيب يلا يا نيروز، نيروز مع حضرتك يا ميس. يلا بينا. Lake Badawil is an example of salt water lakes in Egypt. True. True. البرداويل زي ما قلت لكم هنحفظ الاكزامبل بقى، البرداويل دي ايه؟ سولت ووتر، يبقى دي ترو. تمام، اكسلنت. يلا يا معاذ، معاذ معاذ Yes. يلا بينا. يلا، وات هابن، هيحصل ايه؟ The state of water when it is subject extreme to cold weather. extreme cold ايه weather. المية هتتحول، او حالة المية هيحصل لها ايه لو اتعرضت لكولد ويذر، لطقس ساقعة، كولد ويذر هيحصل لها ايه؟ تشينج، هتتغير ليه؟ هي ووتر ايه؟ It will change into solid state برافو، ice. change into Into solid state. solid state. يبقى هتتحول للسوليد ستيت اللي هي هتبقى ايه؟ فروزن، فريزنج، فريزنج، هتتجمد. اكسلنت. complete the following statement. عبير، 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 خلاص يلا يا جوري. طيب يلا يا جوري، جوري Yes, Miss. يلا بينا، يلا بينا. نعم, كومبليت. Miss. بصي بقى، ده الجزء اللي احنا اخدناه في جونيور فور اخر السنه الترم الثاني. الووتر كان كوز بروسيس ذين بروسيس اوف روك. هو الووتر ممكن يعمل ايه للروك؟ Weathering then erosion. برافو. ويذرنج هيعمل لها تآكل، ويذرنج يعني تآكل، هتتفتت. ميس انا اصلا قفلت الامتحان الحمد لله، كان عندي بالدرجات وبالالوان، جبت 100 من 100 وجبت بلو بفضل حضرتك. حبيبتي شكرا انتي جدا. شطورة اصلا، ده مجهودكم، انتي من الناس الملتزمة لا مجهود معايا، حضرتك معانا، مجهود ده حضرتك مجهودكم معانا عشان اصلا انتوا، ميس. شكرا. لا ده مجهودكم عشان انتوا بتذاكروا. جزاك الله كل خير يا ميس. شكرا يا حبيبي، انتوا من سنة خمسة من الناس الملتزمة معايا، وصراحة طول الترم اللي فات اشتغلتوا جامد معايا، وكنتوا ملتزمين، وكنتوا بتذاكروا، يعني كنتوا مهتمين بالمادة. فأنا حتى لو أنا شرحت حلو، برضو لو ما كانش اللي قدامي مهتم ومجتهد، مش هيعمل شيء، مش هيعمل نتيجة. فانتوا بصراحة كنتوا مجتهدين معايا، هو بس اللي فصلنا الترم اللي فات اللي هو الشخص اللي ربنا يهديه ده. ياسين وريماس، ياسين وريماس Miss, يلا بينا. what is هنشوفوا the مين system هي. that includes all living organisms called biosphere such as animal, plant and human? الايرث سيستم از انكلود، الارض هتبقى ايه؟ جيوسفير، زي مي ليفنج اورجانيزمز، قصدي معلش، الايرث سيرمس سيستم، النظام الارضي اللي فيه ليفنج اورجانيزمز هو مين؟ هو البايو، في كائنات حيه بايوسفير. زي مين؟ بايوسفير.
بقى ايه ده؟ Such as animals, plants and humans. كتير بايو ايه في ايه بايوسفير زي مين؟ اي بقى بايوسفير زي مين يا ياسين؟ Animal, plant and human. انيمال وبلانت وهيومن، ناخد واحدة منهم انيمال. يلا يا ريماس. أيوة يا مس. A rat that digests a burrow in the soil in is example of the interaction between نقط and نقط. طبعا الرات دلوقتي الرات اللي هو الفار ده ايه؟ ده بايو ولا جايو ولا ايه؟ biosphere ده ايه؟ معلش والسول دلوقتي الرات الفار ده ايه؟ the biosphere بايوسفير. حفر ديج بارو، حفر جحر في الارض. الارض دي او السويل، السويل دي ايه؟ جيوسفير جايوسفير. يبقى كده انتر اكشن بين مين ومين بقى؟ بايوسفير and جيوسفير. جايو جايوسفي. طيب تمام. يلا يا يلا يا ملك ملك، Yes, يا ميس. يلا بينا. Most lakes never have موست ليك fresh فيها فريش water. ولا سولت؟ Fresh. فريش. معظم البحيرات فيها فريش عذبة، والباقي هيبقى ايه؟ While other lakes have salt water. سولت ووتر. ايه ميس ممكن كده؟ حضرتك لما يجي سؤال give reason تخليني أجاوبه؟ طبعا اكيد شكرا يا ميس. متقلقيش. حاضر. لا يلا يا حمزة، أيوة يا ميس. يلا يا حمزة، تعالى يا حمزة نقول كروس ادوارد، طلع الكلمة المختلفة. جالفيس جالفز. ليه؟ كلهم فريش ووتر، الريفر، الرين ووتر، مية الشتاء، الجراوند ووتر، كلهم فريش. الجالفز ده المضيق او الجزء اللي هو بين المحيط والبحر، ده هيبقى ايه؟ هيبقى سولت ووتر. يبقى دي الادوارد كلهم فريش ووتر ودول سولت ووتر. اكسلنت. ميس، انا كنت باخد درس بس بفضل حضرتك بصراحه شرحك جميل قوي. الله يكرمك يا بطلت حمزة. دروس، بطلت درس وبقيت باخد معاكي. طب تمام، وانا هلتزم معاك ان شاء الله طول الترم، وهنحل مع بعض، واي حاجة تعوزوها تبعتولي يعني. ماشي يا ميس. نيجي نيجي لمين؟ نيجي لي ياسين. يلا يا ياسين. Number one, person of rocks by water in is the ant. interaction between erosion rocks by water. الروكس اتاكلت بالميه، Just يبقى two hydrosphere. ايه؟ جايوسفير وهيدروسفير. اكسلنت. جايوسفير وهيدروسفير. في اكسلنت. أحل number two ولا لا؟ لا خلاص بقى، حد تاني. مودة. Yes, يلا يا Miss. مودة، يلا يا مادة اللي بعديها. Flounder fish can live in الفلوندر اللي oceans. هو موسيس اوشن. الفلوندر هيعيش في الاوشن اللي هو موسيس فيش. يلا يا نيروز. نيروز. حضرتك يا ميس. Fresh water is spent 3.5 of earth water. الفريش ووتر قد ايه؟ نسبتها قد ايه؟ 3.5. 3.5. اكسلنت. بيرسي. اكسلنت. معاذ. معاذ. Yes.
All the following are freshwater sources except river. All the D. following fresh water except مين؟ دي دي اللي هو الجلف، اللي هو بين الايه المحيط ولا مش كان حد عايز يجيب ريزون. ثواني، مين ملك تقريبا حد طلب مني تجيب ريزون؟ ملك؟ ملك انت اللي طلبتي تجيب ريزون؟ ايوه يا ميس. يلا بينا يا ملك. Most of fresh water on Earth can't be used for drink. ليه معظم الفريش ووتر، المياه العذبة، مش هقدر استخدمها للشرب؟ عشان هي ايه؟ Because some of them are freeze and some of them are underground. برافو، علشان هي موست فروزن، معظمها هيبقى ايه؟ موست فروزن، متجمد، and under ground، تحت الأرض. شطور، شكرا يا ميس. العفو. فاضل دقيقة وهنفصل وهنكتفي بالأسئلة دي، وهديكوا الباقي هوم وورك. تمام، يعني أول ما نفصل خلاص الحصة تخلص تمام يا وهناخد ميس، الباقي هوم وورك. طيب تمام يا ميس. ماشي، يلا يا طبعا الووتر هنا في الستريم، هنا مكتوب ستيل ووتر، فهنا هنخلينا ايه، هتبقى رانينج ووتر.